اهلا بكم النهارده. النهارده هعلمكم ازاي تحلوا مشكله اللي هنا بتظهر لكم علامه اكس. انا هجربها، يعني انا هقولها لكم دلوقتي. بس الاول هنقفل النت عادي، ماشي؟ انتوا لو عايزين تطفوا النت هتدوسوا هنا، هتدوسوا على دي، ماشي؟ هتستنوا بقى لما تفصل معاكم يديكم هنا علامة اكس. اهو ظهر لي هنا دلوقتي علامة اكس، اهي ظهر، اهي ظهرت هنا علامة اكس، ظهرت هنا تحت اهي. دلوقتي نعرف ازاي نفكها، هندوس على هنا، هنستنى لغاية ما دي تتحمل. نستنى كده، نستنى شوية كده، وبعد كده نروح نسيب هنا. كده يبقى اتحلت مشكلة وهو النت رجع تاني. اهي كده، الأول كانت هنا ظهر علامة اكس، لكن دلوقتي غيرناها، شيلنا علامة الاكس وهي باينة. واستنونا في فيديو تاني، وإلى اللقاء في يوم آخر، وفي بتاع جديد، فيديو جديد.